بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله النهاردة هناخد الفصل الثاني وهو لغة الفيجوال بيزك دوت نت. تمام. طيب الفصل الأولاني اتكلمنا عن حاجة اسمها حل المشكلات، وعرفنا إيه هي المراحل اللي بتمر بيها المشكلة، ومن ضمن المراحل اللي بتمر بيها المشكلة خدنا مرحلة اسمها مرحلة التصميم على الكمبيوتر. خدنا فيها إيه؟ قال لي بتحول خريطة التدفق اللي احنا خدناها تمام للغة برمجة على الكمبيوتر. ايه الكلام ده؟ قال يبقى انا بحول الخطوات بتاعتي لأوامر عشان اقدر الكمبيوتر بتاعي يفهمها ويقدر ان هو ينفذها. قال لي عن طريق ايه؟ حاجة اسمها لغة برمجة. طب ايه هي لغة البرمجة دي؟ فالفصل ده هيعرفنا يعني ايه لغة برمجة، وايه هو الفيجوال بيزك دوت نت، وايه هي المكونات الشاشة الاي دي اي وهنعرفها، وايه هي اطار العمل اللي هو ايه النت فريم ورك. تمام. طيب نيجي نشوف كده يعني ايه لغة الفيجوال بيزك وبستخدمها في ايه وبتقدر تعمل لي ايه. طيب قال لي لغة الفيجوال بيزك دي احدى لغات البرمجة ذات المستوى العالي. احدى لغات البرمجة، انا عندي اكتر من لغة برمجة كتير، فهي لغة الفيجوال بيزك اللي عليكم الترم دوت دي سهلة في التعامل، ان انا اقدر اصمم عليها برامج سهلة ان انا اقدر اتعامل معها في الاول. يبقى انا عندي مثلا الكمبيوتر بتاعي لما اجي احول له خريطة التدفق اللي احنا رسمناها دي هو هيفهمها ازاي؟ لما اجي مثلا اقول له اطبع او انتر او مثلا ادخل الرقم مثلا كذا، طب هو هل الكمبيوتر بيفهم اللغة بتاعتنا دي عربي وانجليزي، ولا انا بحوله ازاي، ولا انا بدخله انهي لغة بالظبط، او هو بيفهم ايه؟ قال لي ان انا عندي كمبيوتر بيفهم لغة او بيتكلم بلغة اسمها لغة الآلة اللي هي 01. يعني مثلا ما اجي ادخله كلمه مثلا انتر دي بيحولها عندي للغه بتاعته اللي هو 01 عشان يقدر ان هو يفهمها وعشان يقدر يحول الاوامر والتعليمات بتاعتي وينفذ الامر بتاعي. تمام. طيب قال لي لغه الفيجوال بيزك دي بستخدمها في ايه؟ قال لي بستخدمها في حاجه في انتاج تطبيقات اسمها تطبيقات مكتبيه وتطبيقات الويب بتاعتي. تمام. زي الابلكيشن بتاعتك اللي بتبقى موجوده عندك على مثلا على الموبايل او كده. طيب يعني ايه برمجة؟ قال لي البرمجة هي عبارة عن مجموعة من الاوامر والتعليمات بتكتب وفق او حسب قواعد معينة حسب كل لغة انا بستخدمها، وقال لي بتترجم الى ايه؟ لغة اسمها لغة الآلة. تمام. يبقى انا عندي البرمجة هي عبارة عن اوامر وتعليمات بتكتب بلغة الفيجوال بيزك بتاعتي من خلال انشاء حاجة اسمها ايه؟ كائنات. طب ايه هي الكائنات بتاعتي؟ يعني ايه كائن اصلا؟ طيب انا ما اجي اقول لك مثلا الانسان ده ايه؟ كائن حي، صح؟ طيب الكائن ده بيتمثل في ايه؟ بيبقى ليه ايه؟ قال لي بيبقى ليه خصائص وليه احداث وليه اجراءات ووسائل وكل الكلام ده. يعني ايه الكلام ده؟ مثلا انا كائن، ايه الخصائص بتاعتي؟ مثلا طويل، قصير، تخين، رفيع، مثلا لون بشرتي ابيض، اسود، كل الكلام ده يعني ده خصائص بتاعتي. تمام. طيب انا عندي هنا بقى الكائنات عندي في لغه الفيجوال بيزك او البرمجه بتاعتي اللي هي الاوامر اللي انا بستخدمها او الايه الاكواد اللي انا بستخدمها. طب ايه خصائصها؟ قال لي مثلا الخصائص بتاعتها زي لون الخط وشكله وحجمه كل الكلام ده. يبقى النص اللي انا بكتبه او الكلام اللي انا بدخله عندي على الكمبيوتر الخصائص بتاعته ان انا ممكن اغير في لونه في الحجم بتاعه في الشكل. طيب الاحداث بتاعتي اللي بتحصل عليه اللي هو مجرد ما انا بضغط على الحدث بتاعي، لو انا مثلا فاتحه برنامج الاله الحاسبه مثلا وباجي مثلا اضغط على مفتاح الاكس اللي هو الاغلاق بتاعي، انا مجرد ما بضغط بس على الزرار كده ده معناه ان انا عملت له حدث اللي هو بضغط عليه كليك يبقى انا عملت له ايه؟ حدث. طب ايه هي الاجراءات بتاعتي؟ قال لي هي الاوامر والتعليمات اللي بتنفذ عند استدعاء الاجراء ده. يعني ايه الكلام ده؟ انا مجرد ما قفلت البرنامج وضغطت على المفتاح اللي هو الاكس الاغلاق بتاعي عمل ايه؟ قفل البرنامج. يبقى دوت الاجراء اللي ايه اللي حدث لما انا عملت ايه؟ اغلاق. تمام. طيب قال لي طب لغه الفيجوال بيزك دي من مميزاتها ايه؟ قال لي ان هي حاجه اسمها كائنيه التوجه. يعني ايه كائنيه التوجه؟ ان هي بتتعامل البرامج بتاعتها بتتعامل مع ايه؟ مع كائنات في ذاكره الكمبيوتر، وهنعرف يا دلوقتي يعني ايه هي الكائنات اللي انا بتعامل معاها ان شاء الله شويه كده وهنعرف الكائنات دي. تمام. طيب تاني حاجه قال لي حاجه اسمها مواجهه بالحدث، ان لغه الفيجوال بيزك مواجهه بالحدث. يعني ايه مواجهه بالحدث؟ قال لي ان الاوامر والتعليمات بتاعتها بتنفذ عند وقوع حدث معين عليها. يبقى انا مجرد مثلا ما بقول له مثلا ايه دخل لي مثلا عددين واجمعهم، مجرد ما بضغط على مثلا زرار الجمع دوت ده معناه ان انا في حدث انا عملته او اجراء انا خدته. تمام.
طيب ده بالنسبة لإيه المميزات إيه فيجوال بيزك دوت نت. طيب نيجي نشوف عندي حاجة اسمها إطار العمل نت فروم ورك مع لغة الفيجوال بيزك. قال لي إيه إطار العمل ده؟ قال لي هو برنامج بيوفر إيه بيئة تشغيل جميع تطبيقات الفيجوال بيزك. يعني إيه الكلام ده؟ قال لي انا عندي حاجه اسمها بيئه تشغيل تمام في اطار العمل، بيعمل فيها ايه؟ قال لي بيعمل فيها التطبيقات بلغه الفيجوال بيزك تمام، وقال لي وبحتاج حاجه اسمها مترجمات. طب المترجم ده اللي هو ايه؟ اللي هو بيترجم لي الاوامر والتعليمات بتاعت المكتوبه بلغه الفيجوال بيزك ده للغه الاله عشان الكمبيوتر يقدر يفهم الاوامر اللي انا مدخلها تمام. طيب انا عندي لما اجي افتح الفيجوال بيزك عندي في حاجه اسمها بيئه التطوير المتكامله اللي هو الاي دي اي. طيب لما اجي اشوف كده المميزات بتاعت الايه الفيجوال بيزك او المبرمج بيستخدمها في انشاء التطبيقات بتاعتي زي تطبيقات ويب ويندوز موبايل تمام، بتمثل في حاجه اسمها فيجوال ايه استوديو. طيب لما نيجي نفتح كده الفيجوال ونشوف كده شكل البرنامج بتاعي او الواجهه بتاعت البرنامج، ده شكل الواجهه بتاعتي تمام. طيب لما اجي اعمل مشروع جديد بعمل حاجه اسمها كرييت، فبينشئ لي مشروع جديد، فمجرد ما انا بفتح المشروع بتاعي بيبقى ده شكل الواجهه الرسوميه بتاعتي للاي دي اي اللي بتظهر قدامي. بتتكون من ايه؟ قال لي بتتكون من اربع حاجات. اول حاجه نافذه النموذج فورم، يبقى دي المنطقه اللي انا بشتغل فيها او بعمل المشروع بتاعي فيها تمام. رقم اتنين عندي حاجه اسمها تول بوكس اللي هو صندوق الادوات، بيبقى موجود فيها ايه؟ بيبقى موجود فيها الادوات اللي انا بستخدمها عشان اقدر انشئ المشروع بتاعي. تالت حاجة قال لي عندي حاجة اسمها نافذة الخصائص، لما بيبقى موجود فيها الخصائص الخاصة بكل أداة أنا بستخدمها. رابع حاجة عندي حاجة اسمها سوليوشن اللي هو نافذة الحل تمام. إن شاء الله الحصة الجاية هنكمل نافذة الـ IDE تمام، وهنفهم كل مكون الشرح بتاعه ونستخدم الأدوات في إيه وكل الكلام ده إن شاء الله الحصة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.